أول واحدة يسعد مساكم ويسعد مسا الدكتور واصف، يسعد مساك أستاذ ناصر على هاللقاء الحلو. معنا الأستاذ زهير كمان شاولي كمان العشر راي. نحن هلا بمطعم الشيخة عم ناكل المقلوبة، طبعا مقلوبة جدا جدا منظرها حلو وطعمتها ألذ كمان بوجود الطيبين. وصديقي الأستاذ جمال طلب شو طلب شو شو مطبي مضغوط كمان، فبنقول لكم نحن تفضلوا على مطعم الشيخة، أكل لذيذ جدا ومعاملة لذيذة. بكفي شغلة واحدة إنه اللي عم يطبخوا ويسووا الأكل هذا كلهم سيدات، كلهم إخواتنا وأهلنا. نحن بنشكر أستاذ ناصر فرحان على هاللقاءات اللي عم يعملها، الجمعة الحلوة اللي عم يجمعنا كلياتنا بمركب واحد. أستاذ ناصر موجه له تحية كثير يعني كثير. الدكتور واصف كمان والدنا الكبير بالمقام وبوجوده طبعا. الله يسعد مساكم ويسعد ايامكم واهلا وسهلا فيكم. الف شكر استاذ ناصر. شكرا.